حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، أعجبتني هذه الصورة فأحببت أن أتأملها معكم وفق هذه السلسلة التي أسميتها صورة اليوم. الحقيقة أحبتي في الله، هذه أرضنا، هذه صورة طبيعية طبعا للأرض، الكرة الأرضية، وهذا رسم طبعا. هذا يمثل حجرا نيزكيا يأتي ليصطدم بالأرض. طبعا أيها الأحبة، مثل هذه الحجارة منتشرة بكثرة في الكون. هذه الحجارة منتشرة بكثرة أيها الأحبة في هذا الكون الواسع. الحقيقة أحبتي في الله، يقول العلماء هناك مليارات من هذه الحجارة، منها ما يبلغ قطره مليمتر بحجم حبة الرمل، ومنها ما يبلغ قطره عدة كيلومترات، موجودة في مجموعتنا الشمسية، تشكل حزاما وتسبح على مسافات مختلفة من الأرض، ومن الممكن أن تصطدم بالأرض في أي لحظة. يقدر العلماء عدد هذه الحجارة بالمليارات بل بالتريليونات، تسبح حول الأرض. ويحتار العلماء لماذا لا تضرب الأرض. هذه الحجارة ضربت الكثير من الكواكب عبر ملايين السنين ومليارات السنين. طيب لماذا تتجنب الأرض الآن، وبخاصة أثناء وجود البشر عليها؟ لا أحد يعلم. طبعا أيها الأحبة، أنا لدي آية هنا أحببت أن أتأملها معكم من سورة الملك. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. هذا هو الحاصب أيها الأحبة، موجود من حولنا. من كان يعلم زمن النبي عليه الصلاة والسلام بوجود حاصب من الحجارة من حولنا يحيط بنا، وهو قريب جدا منا، ويمكن في أي لحظة أن ينزل إلى الأرض ويدمر الحياة على ظهرها؟ من كان يعلم هذه المعلومة أحبتي في الله؟ والله لا يعلمها إلا الله. هذه الحجارة اكتشفت حديثا، في الماضي لم يكن أحد يتصور ذلك حقيقة. يعني أم أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. تبين أيضا أننا نقبع فوق طبقات ملتهبة، القشرة الأرضية ليست ثابتة وليست مستقرة، وتحتها يوجد طبقات نارية ملتهبة، هي تعوم ويمكن أن تخسف أو تميل أو تنحرف أو تضطرب أو تمور. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. لذلك أيها الأحبة، الكتاب الذي يتحدث بهذه الدقة لا يمكن إلا أن يكون من عند خالق السماوات والأرض. الذي خلق هذا الحاصب، هذه الحجارة، هو أعلم بها، هو الذي خلقها، كيف لا يعلمها؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. لذلك أيها الأحبة، مثل هذه الآيات ينبغي أن نتدبرها ونتأملها وتخشع قلوبنا، لأن هناك كثير من النظريات الحالية تقول هناك نيازك كبيرة قطرها عدة كيلومترات يمكن أن تصطدم بالأرض، وهذه النيازك إذا اصطدمت ستحدث دمارا وحريقا هائلا لن تستطيع النجاة منها. وزمن وصول هذه النيازك واصطدامها بالأرض غير كافي لهروب الناس، لأن المنطقة التي ستتضرر سيكون قطرها مئات كيلومترات، لن تستطيع أن تغادرها، ستكون ضمن دائرة الخطر. من الذي ينقذك منها؟ هو الله. من الذي يصرف شر هذه النيازك؟ هو الله سبحانه وتعالى. لذلك أحبتي في الله، ينبغي أن نعود إلى الله ونحذر عذاب الآخرة، وكما قال تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. بين الحذر والرجاء، يحذر ويرجو،
يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. لذلك ينبغي أن نكون في حالة حذر، في حالة ترقب، لأن المؤمن لا يطمئن قلبه إلا بلقاء ربه سبحانه وتعالى. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بهذا الدين، وأن ينجينا من شر المهالك، وأن يتوفانا على الإيمان. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق.